السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم جلال في الفورماسيون تاع جيو كريديمو. هاد المره غادي ندير واحد بتي اكزيرسيس، غادي نصايب واحد لابس كالكولاتريس. هاد الطريقه كتحسب لينا لي فالور، انتما شتو هذا واحد الديفو، المهم حنا ما غاديش نصايبوها كومبليت، وانما نحاولوا نقلوا هذا ولا افاسي بوغ افاسي. و غادي نبداو، غادي نتورغانيزا و نديرو شي حاجة شوية بروفيسيونيل. أنا ديجا عندي واحد لوطوسي سميتو كالكولاتريس، دونك غادي نسميه كالك زوج. كالك زوج غادي نفتحو كيما العادة، غادي ندير ندير واحد لوطوسي خاص بالجافا سكريبت لي هو جي اس، ندير واحد لوطوسي لي هو خاص بليزيماج اي ام جي، ندير واحد لوطوسي لي هو خاص بالسي اس اس، و فتحو l'index.html ديالنا index.html. تري بيان، فتحو l'html ديالنا بلوك نوت ولا بنوت باد. تري بيان، دونك حنا غادي نصايبو كالكولاتريس عادية، ماشي كالكولاتريس سيانتيفيك، ماشي شي يعجبك حل. كنديرو ليها اون فالور، نختارو السامبول لي بغينا في لا فالور الثانية تساوي، يعطينا غير شنو هي كيما شفتو فيها ديف واحد. بحال مثلا كنديرو خمسة فوا خمسة تساوي 25. إلا بغيت مثلا ندير ستة كتزاد لي على ديك الرقم اللي عندي من بعد، ماشي مشكل، مقسومة على 8 مثلا تساوي 32 ولا شي حاجة. هادي افاسي بوغ افاسي كيما قلنا. دونك حنا غادي نحاولوا يعني نمزجوا ما بين السي اس اس و الاش تي ام ال جافا سكريبت، هادشي اللي تعلمنا، غادي نديرو شي حاجة أنيقة بهاد الطريقة. دونك درنا السي اس اس ديالنا، الاش تي ام ال، دونك أول حاجة غادي نديروها نمشيو نصايبو الاش تي ام ال ديالنا لهاد لهاد تايتل اللي هو كالكولاتريس بروفيسيونيل. بروفيسيونيل انسر اف تايتل امبورتيو شنو سميتو ستايل لينك اشرف سي اس اس الذي يكون في الدوسي سي اس ديالنا ستايل بوان سي اس اس صلاة النبي لما نزيدو داكشي الاخر امبورتيو صافي ما تسعدش اللي غادي يكون هو نصايبو فيشي سي اس اس ديالنا الذي نسميوه ستايل بوان سي اس اس في الدوسي سي اس اس اللي كريينا. كنفتحو هاد الدوسي كنديرو مثلا تجربة باش نشوفو بلي داكشي تقاد. بادي اللي هادي يكون فيه نخليوها بهاد الطريقة، بادي نكتبو بهاد الطريقة احسن، كنت نكتب في سطر واحد مي معليش. بادي مثلا غادي نديرو باك جراوند ريد، علاش درت هاديك ما نعرف، درت اكتواليزي بلا ما نفتح الفيشيي. فوالا اندكس سا لا با مارشي، ديجا عندي مشكل في ستيل، كي انا اصلا ناسي ما فاتحش البودي، ديرو لو ان بودي بعدا اصلا ما عندوش، درت لو غير اون تات سون بودي اي توجور لا سي اس اس ما بغاش يخدم. كوا زعما هاديك غير ستايل شيء مهمة لهاد الدرجة. عند بادي بادي وايلي داكوغ، هو ستيل. شنو عندنا غرض اخر بجي كويري؟ نمشيو نتيليشارجيو جي كويري كيما العادة. فوالا داونلود كليك هنايا داونلود جي كويري كومبريس كومبريست فايل، كنجيو لهنا كنديرو كوبي
نمشيو لهنا، نمشيو للدوسي جي اس ديالنا، كندير واحد لو فيشي اللي سميتو جي كويري بوان جي اس، كنفتحوه وكنكواليو فيه داك التخربيق، كنديرو سوغاردي اون كيت، و او ميم طون اون كري اون سايبو الدوس الفيشي جي اس ديالنا اللي نخدمو به اللي نسميه جي اس بوان جي اس. هادي تسمية عادية جافا سكريبت بوان جي اس اللي هو غادي يكون لو كود ديالي اللي غادي نديرو في وسط منه، والكود ديالي غادي يكون في وسط منه هو نتاع جي كويري. كنديرو دولار بارونتيز فينكشن بارونتيز اكولاد، كنكتبو في وسط من الاكولاد، غادي ندير واحد الاليرت. اوكي يعني كلشي خدام، كلشي هو هذا. كنحيد هادي. بون جيسبر انكم شادين معايا. ما بغاش يخدم، علاش؟ حيت مازال ما سدتوش فلاش تي ام ال. اول حاجه نزيدو لا بالي سكريبت سورس بوان جي اس، الدوسي جي اس ديالي بوان جي كويري بوان جي اس، ياك نسدو سكريبت و عاد نزيد جي اس ديالي جافا سكريبت ديالي اللي هو جي اس سلاش لو دوسي جي اس سلاش لو فيشي جي اس بوان ليكستنسيون جي اس. فوالا ان شاء الله ما تكونش خربقاتكم هادي، ركزوا معايا مزيان. اوكي كله تمام، غادي نعاود فيت في. دونك عندي 3 دوسي سي اس اس اللي غادي ندير فيه سي اس اس ديالي، عندي فيه ستيل بوان سي اس اس، عندي دوسي ايماج اللي نبقى ندير فيه لي زيماج، و دوسي جي اس اللي يكون فيه اللي فيه جي كويري وفيه جي اس وفيه لو فيشي جافا سكريبت ديالي عادي اللي نكون كنكتب فيه. ها هو جي اس ديالي، جي كويري امبورتيتو هو الاول، ديما كيت امبورتا هو الاول قبل الجافا سكريبت اللي كنكتبو انايا، عاد كان امبورتي دوسي جي اس. او ستيل بيان سور مزيان. دونك اول حاجه غادي نديرها هي غادي نمشي نحيد هذيك الباك جراوند ريد، وغادي نشوف واحد لا تيكستور اللي تكون زوينه. فري تيكستورز نمشي نقلب على واحد لا تيكستور غراتويت. انا كيعجبني واحد السيت اللي هو ماشي هذاك الاول، هذا الساب باترنز. هاد سابتل باترنز فيه دي تكستيغ زوينين، نمشي ناخد شي وحدو عجبني حيت منظم. نشوف هاداك الطواور، غادي ناخد انا هادي ندير لها داونلود. داكوغ داونلود فيت فين، فوالا تشارجا جو لوفر، كنفتحها كنحطها في لو دوسي ديالي. بون انا ما عندي ما ندير بالفيرسيون ماك، كنجيب هاد هدا كنحطو في لو دوسي ايماج ديالي. تري بيان، راهي في لو دوسي ايماج، عندي فيها تلاتة، عندي وحدة فيها فلاطاي 298 278، ما عندي ما ندير بها، غادي نخلي انا غير هادي 100 دونك مسح هادي مسح هادي، اولا غادي نجيب هادي ندير لها كوبي ونحطها هنايا، وهذا الدوسي كان مسح. تري بيان فوالا، عندي ان 3 دوسي، واحد سي اس اس فيه سي اس اس، واحد ليماج فيه ليماج ديالي اللي هي عباره عن باك جراوند تكستور، و هذا الدوسي جي اس ولا HTML ديالي بيان سور. كنمشي ل كندير باك جراوند يو ار ال لو دوسي ايماج بوان شنو سميتها، كناخذ هاد السميه كنديرها هنايا. كنجي لهنا كندير اكتواليزي. حيد عليا التخربيق نتاع، ما خدماتش لي ليماج.
إيمان ميداليات الأهانات. La texture, regarde match. Texture.png, .png, .png, .png. Non, là, qui ne m'a dit le chemin exact. انا دابا في لو دوسيي ايماج، يعني خاصني نرجع خطوه اللور عاد. انا دابا في لو دوسيي، انا خدام في لو دوسيي ستيل، انا خدام في لو فيشي ستيل. يعني انا دابا هنايا خاصني نرجع خطوه اللور، ندخل للدوسيي ايماج عاد ناخذ لا ليماج ديالي. باش كنرجع خطوه اللور دو بوين دو بوين سلاش، كنرجع خطوه اللور. بون هادشي لا باز خصكم تكونوا ديجا عارفين. كنرجع خطوه اللور، كندخل للدوسي ايماج، عاد كناخذ ليماج ديالي، كنجي لهنا كندير اف 5 لا تيكستور ديالي. تري بيان، كنبدي كنخدم في لاش تي ام ال. على بركة الله غادي نديرو واحد لا ديف اللي عندها لي دي كالكولات فيس ديف. فوس من هاد لا ديف كالكولاتريس لي غادي نمشي للستيل و موديفيها شي شويه. كالكولات خيس غادي يكون عندها واحد الهيت ويت تاع واحد 250 بيكسل، و فولدر نتا واحد 2 بيكسل سوليد بنوار ياك. تري بيان، الهيت الهيت ماشي مشكل، هادي يكون اوتوماتيك. كنجي في وسط من هاد لاديف، غادي ندير واحد الانبوت لي لي دي ديالو. غادي ندير مثلا هذا هو الانبوت اللي غادي يخرجوا فيه المعادلات ديالنا. نسمي مثلا شوم كالك، شوم دو كالكول مثلا. كونفي بليس هولدر سميتو كال كالكولي ياك. تكون في واحد ستيل ستيل ستيل، عندنا لو شوا سوا نديرو هنايا سوا نديرو غادي نديرو في السي اس اس انا باش ما تخربقش. اها شون كالك غادي يكون عنده واحد الويت، العرض ديالو غادي يكون 99%. بون غادي ياخد لي 99% من 250 اللي هو لو كونتينر ديالو. غادي نعطيه غادي نعطيه غادي نعطيه واحد الهيت ديال واحد 25 بيكسل سي اس اس عادي. ما درتش صوكاردي هنايا فوالا تخي بيان. غير كيما راكم شفتو هادشي عندنا ملاصق، انا ما باغيش يكون ملاصق. غادي نمشي نعطيه واحد البادين هنايا كالكولاتريس، غادي نعطيه واحد البادين ديال واحد 5 بيكسل مثلا. فوالا تخي بيان. غير شنو هي، غادي نزيد فيه واحد شوية هنا، غادي نرجعو 30 في الهيت 30 فوالا هكا سامية. وفي وسط منو غادي ندير مثلا، بون انا لاخر كنت داير فيه الكتابة شي شوية صغيرة، غادي ندير هنا الفونت سايز مثلا ب 22 بيكسل. بعدين حتى هو واحد جوج بيكسل باش يخلي لي شوية تاع لي سباس فاش كنكون نكتب. زوج فوا زوج كالكول، يعني شنو هادي كالكول جات خايبة شي شوية، ماشي مشكل. دابا غادي نبدي نصايبو لي بوطون ديالنا. لي بوطون ديالنا غادي نديرو واحد لاديف عندها لي دي مثلا نيميرو افيك اس على فان، نيميرو افيك اس على فان. ستو لاديف نديرو بوطون فاليو زيرو. غادي نعطي لهم واحد لاكلاس نيميرو سون اس. هادي زعما درتها افيك اس لان هادي تجمع لي تو لي نيميرو، اما هادي كل وحده غادي ندير لها لاكلاس نيميرو ديالها، يعني ان سول نيميرو سون اس. المهم غير باش ما نتخربقوش وصافي. صفر واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة.
كنجي هنا كندير واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. ولا عرفتو شنو؟ أنا هاد الزيرو غادي نديرو لتحتا بنفس الطريقة اللي شفنا قبيلات. دونك نضرب نشوف شنو عندي تال دابا. عندي لو نيميرو مخربقين با داكور نمشي ندير لهم ستيل ديالهم. عندي لي دي نيميرو اللي جمعهم كاملين دي نيميرو. اولا غادي يكون فيها واحد الفلوت ليفت باش ناخذهم على اليسار. يكون فيها واحد الويت ديال انا عندي هنا 250 ناخذ ديك 190 هكاك 190 حيت مازال ما خدمت لا كلاس نيميرو ديالي. لا كلاس نيميرو ديالي غادي نعطيهم واحد الفونت 35 مثلا. الهيت نعطيهم هنا مثلا 45 من الطول نتاع كل بوتون والعرض نتاع كل بوتون. نديرهم انا مربعات نديرهم 45 بيكسل. شوف اها صار 45 مزيان. ليش نو داك الزيرو خصني نموديفيه. داك الزيرو بوحدو غادي نبدلو الستيل ديالو غادي نرجعلو في الويت مثلا 140 بيكسل. انتما شتو باشات شي شويه غادي نموديفيه ب انسبكتور دي ليمون باش تجيني ساهله. كنبقى نزيد هنايا شي شويه وكنشوف 143 غير حاجه وحده انا دابا هاد لي نيميرو عطيهم 190 غادي نفتح كالكولاتريس ديالي. 190 مقسومة على 3 نتاع السطور عطاتني 163 يعني كاين 9 63 كاين 9. انا داير لهم 45 كل وحدة داير لهم 45 مزيان. هاد لو بوطون غادي يكون 143 هاد لو بوطون غادي يكون 143 فوالا تخي بيان. كيما لاحظتو هاد البوردر طلع. الا بغينا يهبط خصنا نديرو لو اوفر فلو اوتو اوفر فلو اوتو باش كتحدد لينا السكرول مزيان. غادي هنا عاوتاني ملاصق شي شويه غادي نمشيو لهداك الشونكاك ديالنا ونديرو ليه مارجين بوطون واحد 5 بيكسل تا هو صافي 5 بيكسل تخي بيان. دابا بقات لينا غير لي بوطون لي سامبول نتاع زائد ناقص وفي تساوي القسمه نديرو لهم افيك اي تي سامبول تاني افيك اس حيت غادي يجمع لينا لي سامبول. انبوت تيب بوتن فاليو شنو هي اول وحدة نديرو مثلا الزائد وكلهم تا هما غادي نديرو لهم لا كلاس نيميرو ماشي مشكل حيت غادي يكون عندهم نفس لي بروبريتي تاع نيميرو. هما بغيناهم يكونوا في لاطاي في العرض 45 وفي الطول 45 دونك بلا ما نديرو لهم عاوتاني كاس ديالهم عاوتاني نديرو كوبي كولي ما جاياش. اللهم نستعملو غير نفس الاخر واخا السمية لا تشيرو بذلك ماشي مشكل. بوطون فاليو ناقص كلاس
تجيب شنو راني كندير، شنو راني كندير. فوالا تخي بيان، هاد البوطون التالي اللي هو افاسي، جالس كنكتبهم بيديا. الله يرحم هذاك اللي اختارع الكوبي كولي. افاسي وهنا يقلصني ما نشوف شنو عطاتني. فوالا ندير هنا بي اف واخدها العرض كامل. دونك شنو غادي نديرو؟ هادي واخدة بزاف. غادي نديرو هنا في الهايت 43 وفي الطول 43 و هادشي كلو تخربق. علاش؟ حيت سامبول مازال ما صايبناهاش، ماشي مشكل. اولا غادي نجيبو بعدا نقادو ديك سامبول. شحال درنا؟ درنا 190، 190 على 250 شحال بقاتلنا؟ بقاتلنا ربع، 50، 50 مغديش ناخد 50 كاملة، غادي ندير 45 باش يبقالنا شي شوية لاسباس. دونك الويت 45 بيكسل، وغادي ندير فلوت رايت، نديرو فلوت رايت، بعدا نديرو اكتواليزي، اكتواليزي اكتواليزي. داكوغ، هنايا شنو ناقص؟ مشيت درت انا 45، 190 على 250، 50 10، بقاتني شي 60. انا في نيميرو 990، انا بلوتو نعطيها غير واحد 140 بركة عليها، 140 وتما كدا نعطيها 90. مية وربعين وتماك 90، فوالا هاد الشي اللي بغيت انا. تماك 43، 43 تموديفي لي لاطاي نتاع كاع لي بوطون ديالي لي فيهم لاكلاس نيميرو 43، 43 وهنايا غادي نديرو فوالا. عطيتها في السام في لي سامبول، عطيتهم لويت 90 في لوت رايت، صافي الخرا مزيانة هاكا سي ميو. وهاد الزيرو هادا نقصو منو تا هو شي شوية، 43 غادي يرجع 137. فينا هي ديك 140، هي هادي رجع 137. أنا نسيت واحد القضية، مزدتش لو بوطون تساوي، لو بوطون تساوي. اوكي نجي لهنا عندي تساوي افاسي، انا مبغيتهمش يكونوا هكا، بغيتهم يكونوا تساوي. ندير فيه واحد ليليمون ديالو بوحدو دي يكون فيه واحد الويت ديال شي 120 بيكسل مثلا، وانا غادي نقص شي شويه 90. دونك تساوي و افاسي دي يكون عندهم 90، 90 ستايل ويت 90 بيكسل. فوالا دي يعني شوية وقت فلاش تعمل و سي اس اس، ماشي مشكل. لو بوطون افاسي غادي يكون في 90 بيكسل، و فونت سايز ديال مثلا 16 بيكسل، ما جا شي بركة. فوالا تخي بيان، احنا دابا درنا لا ستركتور اش تي ام ال ديالنا، مزيان تخي بيان. دابا غادي نمشيو نديرو، دابا غادي نمشيو جي كويري ديالنا. اول حاجة
نكروشي شويه ونقولوا انه بعدا خصنا ليفينمون كليك. علاش ليفينمون كليك؟ خص ليتيليتير كليك على شي وحده من هاد الاخر باش نبداو الخدمه ديالنا. لانه بون حنا مؤمنين ممكن انه يجي ليتيليتير يكتب هكا باغي يكتب يكتب، حنا ماشي سوقنا. المهم حنا خصنا فاش غادي يكليكي على لي بوتون، اولا نمشيو نبوانتيو على لي زاليمون ديالنا، بالعلم ان كاع لي بوتون ديالنا عندهم لا كلاس نيميرو. دونك كنجيو لهنا كندير واحد لا فاريابل اللي هي سميوها نيميرو ولا سميوها بوتون، بوتون يساوي ناخذو لا كلاس نيميرو ياك. تري بيان، كنديرو بوتون بوان لانث، نديروها في الارت باش نعرفو شحال من بوتون عندنا سيليكسيوني. شي 16، 1 2 3 4 5 6 7، شحال هادي؟ 10، هنايا 10، 9، 0 10، هنايا 6، 16. تخي بيان، داكوغ، هادي أول حاجة. كنرجعو للسطر كنديرو بوتون بوان كليك، يعني إلا تكليك على شي واحد من هادوك لي زاليمون، غادي ندير واحد لا فونكسيون اللي تكليك عليه. غادي ديرنا سيدي هاد لا فونكسيون هادي. تري بيان، انا غادي ندير هنايا واحد اخر طابولاسيون، نخلي شي شويه اسباس هنايا ما نكثرش من اسباس. الا تكليك على شي واحد من هادو اش غايدير؟ ديس، يعني هذاك لي ليمون اللي تكليك عليه غادي تعطيني لا فالور ديالو وديرها لي في واحد لا فاريابل سميتها فالور. و حاليا غيدير لي بيل لي هاديك لا فالور بين هاني هنايا فوالا. طيب كليكين على واحد كيخرج واحد، كليكين على خمسة تخرج خمسة، كليكين على تساوي تخرج تساوي، كليكين على افاسي كتخرج افاسي، هادي تخرج هادي، زائد تخرج زائد. داكوغ تخي بيان، داكوغ. دونك فاش غادي تكليكا حيدو علينا هاد لالارت. فاش شي يوتيليزيتور كليكي على واحد من هذوك لي بوتون، هذيك لا فالور نتاع داك لو بوتون اللي هي 10.20، لا فالور نتاع داك لو بوتون اللي تكليك عليه ستوكا لينا في لا فاريابل فالور. شنو غادي نديرو حنا بهاد لا فاريابل فالور؟ غادي نبينوها، خاص تبان لينا هنايا في لو شون، خاص تبان لينا هنا. فاش غادي كليك على 3 خاص تبان ليا هنايا 3، كليك على زائد تبان ليا زائد. وانا هذا غادي نسوبريميه، قضينا به الغرض، شكرا. واخ عندنا خصنا نسيليكسيوني عاوتاني واحد لو شون واحد اخر اللي هو لو شون ديالنا، لو شون ديالنا اللي شنو هو لو شون ديالنا؟ هو هذا شون كالك. دونك هذا هو لو الانبوت اللي درنا شون كالك، ناخذ الايد ديالو وكنديروا عليه لا سيليكسيون، سيليكسيون بالايد دي شون كالك. حنا سيليكسيونينا دابا هاد الشون هذا بوان فال ديالو، بغينا تكتب لينا في وسط منو لا فالور. فاش شي واحد هادي كليكي هاديك لا فالور نتاع داك لو بوتون اللي كليك عليه كتستوكا هنايا وكتكتب في لو شون ديالنا اللي سميتو شون كالك، اللي عندو ليد دي شون كالك. غادي نجربوها، نديرو اف 5، نديرو 9، هاي تكتبات لينا 9، نديرو 5 تكتبات لينا 5، 3 تكتبات لينا 3. هي شنو هي؟ الديفو الوحيد كتمسح لينا داكشي وكتعاود تكتب. انا ما بغيتش، انا هاك انا بغيت فاش نكتب واحد تخرج لي واحد، فاش نكتب نضغط على زوج تكتب لي تما 12، ماشي عاوتاني يمسح الواحد ويدير بلاصتها زوج. دونك خصنا واحد اللعيبه اللي هي غادي نديرو الدمج، غادي ناخذو لا فالور اللي كاينه حاليا ونزيدو عليها لا فالور اللي زدناها حنايا. غادي نتفهمو دابا، غادي نديرو واحد لا فالور، واحد لا فاريابل واحد اخرى سميتها فار شون، شون اكتويال، يعني دابا شنو لو شون فيه؟
Je te tساوي لينا تساوي لينا الشون بوان فال هادي ندير هنا واحد الكومونتير سي لا فالور ديال دابا لا فالور ديال دابا هادي 10.val stock la valeur du bouton لي كليكينا عليه. très bien. on va derrière commentaire dire بالدارجة بالعربية باللونجلي اللي عجبنا. غير شنو هي من الأحسن نتعلمو نديرو لي كومونتير باللونجلي باش كي حيت إلا كنا باغيين نديرو شي بروجي ولا شي حاجة الأحسن كنديرو باللونجلي باش كيكون مفهوم عند الجميع واخا ديرو سيغ انترنيت كلشي كيفهم. المهم ماشي مشكل نخليوها حنا بالدارجة ديالنا اللي عزيزة علينا. دابا شنو قلت له فاش شي بوطون من هاد لي بوطون دابا اولا قبل كل شيء غادي يدير لي ستوكاج كي بوينتي عليا على هاد ليمون كي ستوكي في هاد لي بوطون اي بوينتي ليا على لي انبوت ديالي كي ستوكي ليا في هاد لا فاريابل سميتها شو فاش شي يوتيليزاتور يكليك على وحده من هادوك لي بوطون غادي ستوكي ليا لا فاريابل نتاع داك لو بوطون ف ستوكي ليا لا فالور نتاع داك لو بوطون في لا فاريابل سميتها فالور وهذه الشون اكتويال هي الشون اللي هو هذا وذكر عاوتاني بانه هذا راه غير اختصار نقدر هذه نجيبها ونحطها هنايا غير ما فيها ما اشاك فوا نبقى نكتبها 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 اختصرتها درت الشون يعني عاود ما نكتب هذيك كنكتب غير الشون الشون بوان فال يعني لا فالور ديال دابا فاش كليكينا غادي تجيب لي هذيك لا فالور غتحطها ليا تبينها ليا في لو شون ديالي لينبوت وتزيد اولا تزيد قبلها تزيد ليا الشون اكتويال بلس لا فالور هادي راه ماشي بلس نتاع الزائد وانما حيت هادو راهم دو تيب سترينغ و الا درنا زائد بيناتهم ماديش يديرهم الجمع إذا درنا 5 + 5 ما غاديش يدير ليا هادشي يدير ليا 10 انما غادي يدير لي 5 ويزيد حداها 5 55 كتولي هانتوما غادي تشوف ندير هنا كندير 5 ندير حداها 6 3 باش تفهموا اكثر شنو وقع انا غادي نمسح هادي الشون كالك غادي ندير alert غادي نبين الشون اكتويال الشون اكتويال هي هاد لو شون هذا بوان لا فالور ديالو دابا فاش كليكينا فاش كليكينا عطيني لا فالور ديالو ها نتوما تبعوا معايا كندير اف 5 دابا شنو هي لا فالور شنو هي لا فالور اللي كاينه هنا هذا هذا قلنا راه بلايس هولدر هذا راه ماشي فالور هذا كالكولي راه بلايس هولدر ما كتحسبش فالور دابا لا فالور اللي كاينه دابا هي والو هي فيد ما كاين والو فاش غادي نكليكي شنو وقع alert شون اكتويال كتبتها مقلوبة اخ اف 5 دابا قلنا لا فالور هي فيد ما كاين والو قلت انا كنقول ليه عطيني لا فالور ديال دابا يعني ما كاين والو انا فاش غادي نكليكي فوالا ما كاين والو عاوتاني دابا ما كاين والو دابا انا فاش غادي نكتب مثلا زوج ثلاثة نكتب ثلاثة دابا شنو هي لا فالور ديال دابا هي ثلاثة فاش غادي ندير انا هكا هي ثلاثة انا دابا ما كنقولش انا دير لي اليرت نتاع لو بوطون اللي كليكيت عليه وانما كنقولو دير لي دير الاليرت نتاع لا فالور ديال دابا ديك انا في لو شون تري بيان فهمتو فاش انا غادي ندير دابا 33 شنو هي لا فالور ديال دابا هي 33 دابا شنو غادي نقول هاد الاليرت غادي نخليها ابار غادي نديرها من بعد هادي مزيان غادي ندير اف 5 شنو هي لا فالور ديال دابا فاش غادي نكليك انا رجعت هادي هادي راني رجعتها دونك اشاك فوا يبقى يكتب لي شنو هي لا فالور ديال دابا هي فيد فاش غادي نكليك على شي بوطون
اللي يبينوا هنايا، ولكن شنو هي لافالور ديال دابا قبل ما نكليكي؟ هي فيد. ها هي فيد خاوية. دابا عاوتاني فاش غادي نكليكي شنو هي لافالور ديال دابا؟ هي 3. فاش غادي نكليكي على 9 كيكتب لي 9، ولكن شنو هي لافالور ديال دابا؟ هي 3. عاوتاني غادي نكليكي في الزيرو، شنو هي لافالور ديال دابا؟ هي 39. كيكتب لي 0 كليكيت عليه، ولكن شنو هي لافالور ديال دابا؟ هي 39. دونك شنو كيوقع هنايا؟ كيجيب لي لافالور اللي كليكيت عليها، كيزيدها حدا من لافالور ديال دابا، كيحط لي لافالور ديال دابا وكيزيد كيزيد لي عليها لافالور ديال اللي كليكيت عليها، فهمتوا معايا؟ كيحطها ليا في لو فالور، في لا فالور ديال الشون اللي هو الشون كارك الانبوت ديالي. بون جيسبر تكونوا فهمتوها. ها هي دابا شنو هي لا فالور ديال دابا؟ هي فيد. كيزيد علي كيزيد لي عليها 3. شنو هي لا فالور ديال دابا؟ هي 3. كيزيد لي عليها 6. شنو هي لا فالور ديال دابا؟ هي 36. كيزيد لي عليها بلوس. شنو هي لا فالور ديال دابا؟ هي 6. كنديرو تساوي كيكتب لي تساوي. حتى دابا حنا غاديين مزيان، نجد نسربو شي شويه مزيان. حد الان دابا خدمنا لو بوطون بوان كليك، فاش كنكليكيو على شي بوطون كيدير لينا هادي. دابا كنديرو 3 زائد 3 نورمالمون كيكتبها. دابا خصنا فاش كنكليكيو على تساوي خاص يحسبها لينا. اول حاجه كنلاحظوها هي هو كيبين ليا تساوي هنايا. علاش كيبين ليا تساوي؟ لانها حتى هي ماخوذه بعين الاعتبار، حتى تساوي عندها لا كلاس نيميرو، تساوي عندها لا كلاس نيميرو. انا ما عنديش الربح ان تساوي يكون فيها لا كلاس نيميرو، دونك غادي نحيدها منها لا كلاس نيميرو. ولكن الا حيدت منها لا كلاس نيميرو كترجع بهذه الطريقه. ما عليش، غادي ندير ليها انايا الهيت ديالها عادي، ندير لها الهيت بحال الاخرين حتى هي 43 بيكسل، واحد الفونت سايز ديالها شحال درنا ليهم؟ 35 حتى هي دير ليها 35 باش ما يبقاش فيها الحال. 35 بيكسل صافي، كندير لها ستيل ديالها عادي ونحيد منها غير كلاس نيميرو و فوالا. كلاس نيميرو غادي ندير لها واحد الايدي باش ناخذها بهذاك الايدي ديالها، سميها ايغال مثلا. ايغال دابا هي لو بوتون تساوي عند واحد الايدي سميتو ايغال. كنمشي كم دابا ساليت من هذاك البوتون بوان كليك، غادي نخرج منها كنمشي عاوتاني لتحتها وكناخذ انا هادي ماديش نديرها فاريابل، غادي نديرها ديريكتومون. يلا الايد ايغال بوان كليك، حتى هي بوان كليك. فاش غادي تكليك عليها كنحسبو كنديرو الحسابات. تري بيان. دونك فاش غادي تكليك على شي واحد من هاد لي بوطون كنديرو هاد لي فونكسيون هادو، كيستوكي ليا لا فالور تاع لو بوطون لي كليكيت عليه، كيستوكي ليا لا فالور ديال دابا قبل ما نكليكي على لو بوطون، كيدير ليا لا فالور تاع دابا قبل ما نكليكي على لو بوطون، كيزيد عليا كيزيد عليها لا فالور ديال لو بوطون لي كليكيت عليه، وكيديرهم ليا في الشون كالك. دابا اول حاجه كنحتاجها باش نحسب ليكواسيون هي خاصني نجيب هاد ليكواسيون. هاد ليكواسيون اللي غادي تندار هنايا مثلا 2 زائد 3، هاد ليكواسيون خاصني نجيبها. كيفاش غادي نجيبها؟ غادي نديرو الشون اللي هو هذا، بعدا نديرها فواحد لافاريابل نسميها مثلا ايكواسيون، معادلة ايكواسيون. شنو كتساوي هاد ليكواسيون؟ كتساوي الشون بوان فال. هاني جبت هاديك ليكواسيون. دابا فاش فوقاش لي تيليزور كيكليكي على تساوي نورمالمون حتى كتكون ليكواسيون كاينه. وفاش غادي تكون هاد ليكواسيون كاينه مثلا 2 زائد 3 فاش كيكليكي على تساوي، اول حاجه كيديرها هي يجيب ليا هذيك ليكواسيون. ها هو جابها مزيان. ومن بعد نورمالمون خاص نحسبو ديك ليكواسيون. دابا خاصنا نحسبوها. اول حاجه كتبادر للذهن ديالنا هي نستعملو الحساب عادي نتاع الجافا سكريبت، حيت كلنا كنعرفو بان الا درنا في الجافا سكريبت 3 زائد 3 هاد الاليرت فوقاش تخرج ليا هاد الاليرت حتى كنكليكي على لو بوطون تساوي. ندير اف 5، الا درنا 3 زائد 3 كتخرج ليا 6.
ولكن واش الا درنا مثلا دابا اول حاجه اللي تقول لي هاد ايكواسيون اللي نديرها هنايا غادي تكون اوتوماتيكمون، ربما هادشي اللي غادي يجيكم في راسكم، غادي نديرو 3 زائد 3، هاد 3 زائد 3 هي اللي تخرج ليا في لاليرت. نورمالمون خص تخرج ليا 6، وانما فاش غادي نكليك على تساوي لا كتخرج ليا 3 زائد 3. علاش؟ علاش؟ لان تو سامبلومون قبل ما غادي ندير انا هاد الاليرت غادي نشوف لو تيب. قلت لي اليرتي ليا تايب اوف تايب اوف تايب اوف تايب اوف تايب اوف ديالاش ديال 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 اوف، يلا خليها ديال ايكواسيون تايب اوف ديال ايكواسيون، يلا ديرها ليا قبل من بعدها، حيت من بعدها غادي تكريها. كندير 6 في 6 تساوي سترينغ، سي دو تيب سترينغ. وحنا شنو قلنا؟ الجافا سكريبت ما كيحسب اوتوماتيكمون لي نيميرو حتى يكونوا دو تيب نمبر، وهذه راه دو تيب سترينغ، دونك ما عندناش الربح. الا درنا غير 6 بوحدها، غير ديك 6 بوحدها راه كيحسبها دو تيب سترينغ، لانها كاينه في لاش تي ام ال، هو كيمشي كيجيبها من لاش تي ام ال. هنا في لاش تي ام ال راه دو تيب سترينغ. كاينه واحد لا فونكسيون ما كاينش في ماشي في جي كويري، وانما غير في الجافا سكريبت العاديه، واحد لا فونكسيون سميتها ايكال ايفال، باردون سميتها ايفال. شنو كدير هاد ايفال؟ مثلا كنديرو كي تكون عندنا شي حاجه دو تيب سترينغ هي كترجعها جافا سكريبت، واخا تكون اللي بغات تكون، كان واحد زائد واحد مثلا، مثلا نديرو فارياب تاع اكس، انا غادي نديرها على برا، نديرها على ما عنديش نديرها في، نديرو فاريابل ديال اكس تساوي واحد زائد واحد، هادي نورمالمون كيحسبها الجافا سكريبت، هادي يرجعها ليا زوج حيت تيب نمبر، وانما الا درتها بين ليغيومي كترجع لي دو تيب سترينغ. قلنا هاد لا فونكسيون سميتها ايفال، الا درت في وسط منها اكس اللي هي واحد زائد واحد دو تيب سترينغ، هادي كترجعها لي كتحيد ليا، كتحيد ليا ليغيومي وكتولي هاكك جافا سكريبت، يعني هذيك المهم كتحيد، هي كتعرف كتحيد ليها لي كيومي. هاد ايفال ما كتخدمش على لي نيميرو، كتخدم حتى على مثلا الا درنا، الا درنا مثلا اف، درنا هنا كونديسيون عادي، او لا درنا اليرت في وسط من في وسط من لي كيومي. المهم هي هاد ايفال كتحيد ليا لي كيومي وكترجعها عادي، فهمتوا؟ دونك انا غادي ندير واحد لا فاريابل نسميها كالك مثلا تساوي ايفال. شنو شنو فيها هاد ايفال؟ فيها ايكواسيون ديالنا، ليكواسيون ديالنا كندير دوبل كليك باش كنشوف واش يعطيني لا ميم كولور، يعني واش كتبتها كيف كيف ولا ما كتبتهاش كيف كيف. مزيان، دابا بحال الا حيد لي هذيك لو غيومي ورجعها لي، ورجعها ليا هو دو تيب انتيغر دو تيب نمبر، وهذه يحسبها اوتوماتيكمون صافي. دابا فاش تحسبات، فاش حسبات دونك شنو غادي ناخذ؟ ناخذ الشون كالك ديالنا اللي هو الشون، يعني لو شون ديالنا هذا، هذا لو شون شون كالك بوان فال. شنو غادي يبين لي؟ غادي يجبد ديك 3 زائد 3 كيرجعها لي ايكواسيون عاديه، ها كترجع 6 وكيبينها ليا كالك. دونك هذيك اللي تحسبات في هاد لا فاريابل هذه يبينها ليا هنايا شون بوان فال، لا فالور نتاع كالك، لا فالور نتاع لو شون ديالنا هي كالك، هي هاد لا فاريابل كالك. نجيو لهنا كنديرو اف 5 زوج في زوج تساوي 4 ناقص 6 ناقص زوج مقسومة على 8 0.25. حنا خدمنا ايكال ديالنا، صلاة على النبي ساهلة معاه. كيبقى لنا داك الديفو كيما قلنا، داك الديفو ماشي سوقنا فيه. دابا خصنا نخدمو غير على افاسي، ها نتوما كيكتب ليا افاسي هنا. دابا انا خصنيش ما عنديش الربح يكتب ليا افاسي، علاش كتب ليا افاسي؟ حيت حتى هي فيها لا كلاس نيميرو، و لا كلاس نيميرو كيمشي هو كيشدها ليا و كياخد لا فالور ديالها. شنو هي لا فالور ديالها؟ هي افاسي، و كيكتبها ليا هنايا.
انا لا ما خصنيش هذا الشيء، دونك حتى هي كنمشي كنحيد ليها لا كلاس نيميرو ديالها وكندير ليها HTML CSS نهايه اللي هو 43 بيكسل عادي. حتى هاد اف سي كنعطيها واحد الاي دي مثلا نسميها اف اختصار ل اف سي. كنمشي ل جافا سكريبت كان بوينتي على هذيك اف كنقول ليه بوان كليك حتى هي هادي. هانتوما شفتو جي كويري كيخدم غير تقريبا بلي زيفمون. كنديرو ليفينمون لي بغينا على ليليمون لي بغينا. وشنو هادي يوقع ملي كنديرو داك ليفينمون؟ شنو هادي يوقع؟ هادي توقع واحد لا فونكسيون لي. شنو هي هاديك لا فونكسيون؟ بغينا داك لو شون يخوى، بغينا هذاك لو شون يخوى. شنو هو هاد لو شون؟ هو هذا لي درناه في اختصار نتاع واحد لا فاريابل سميتها شون بوان فال. الا درنا فتحنا القوس ديال القوس شنو كيوقع؟ كيمشي كياخد ليا لا فالور نتاع داك لو شون. حنا لا ما بغيناش ياخد ليا لا فالور، انما بغينا يكتب ليا خاوي. بغينا في لو شون يكتب ليا خاوي. وشنو هي خاوي؟ هي فتح لي كيومي وسد لي كيومي، هذه هي خاوي. شنو غادي تكتب ليا؟ كتب ليا هذه. ما كان والو هنا، ما كان والو، ما كان لا اسباس لا والو. فهم؟ كنجي كندير اف 5 مثلا كنكتب 6 في 6 في 5 يلاه تساوي 30 ودير ليا اف اس. شنو هي اف اس؟ هي خاوي، ما دير ليا والو. دونك غادي نعاود اخر مره الشرح ديال هذا الشيء. درنا لاش تيمال، تبعتو معايا خطوه بخطوه كيفاش درناه. درنا كل بوطون فيه لا كلاس نيميرو من غير لو بوطون تساوي، من غير لو بوطون اف اس حيت ما بغيناش ياخذ لا فالور ديالو. مشينا بوينتينا على زوج تاع لي زاليمون مهمين بعدا اللي هما اللي كيبقاو يتعاودوا. هانتوما بوطون تعاودت جوج ديال المرات، وشون شحال تعاودت مره، واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه، حيت كيتعاودوا بزاف نختصروهم ما بقاوش شاك فوا نكتبوهم نكتبوهم. اختصرنا كاع لي بوطون اللي عندهم لا كلاس نيميرو، اختصرناها في لا فاريابل بوطون. اختصرنا ليليمون ديالنا اللي هو الشون كارك اللي هو هاد الانبوت ديالنا، اختصرناه في واحد لا فاريابل سميناها شون. قلنا فاش غادي نكليكيو على واحد من هادوك لي بوطون اللي سميتو نيميرو 10، احنا شفنا شنو كدير 10، هي لو بوطون اللي كليكينا عليه، لو بوطون اللي كليكينا عليه اللي تاخذ ليا لا فالور ديالو. احنا قلنا فال الا فتحنا القوس دينا القوس ما درنا في وسطها والو، كتاخذ ليا لا فالور نتاع داك ليليمون. شنو هي لا فالور؟ هي هادي، هادي فاليو. كتمشي كتاخذ ليا هاد لا فالور، كليكينا على واحد كتاخذ ليا واحد، كليكينا على زوج تاخذ ليا زوج. تري بيان، كتاخذ ليا ديك لا فالور كتستوكيها في واحد لا فاريابل سميتها فالور. شنو كدير اخر؟ كتمشي لهذاك الشون كتاخذ ليا لا فالور اللي كاينه دابا قبل ما نكليكي على لو بوطون. الا كان خاوي كتاخذ ليا لا فالور خاوي وعاد كليكيت على واحد، كدير ليا تكتب ليا ديك خاوي وكتزيد عليها واحد. ودابا لا فالور اكتيال شنو هي؟ هي واحد. كتكتب ليا واحد كتزيد عليها ستة، فاش كنكليكي على ستة كتكتب ليا 16 كتزيد عليها 8. فهمتوا؟ كتكتب لي 168 وكتزيد عليها زائد. هادشي اللي كيوقع فاش كنكليكيو على شي واحد من هادوك لي بوطون اللي عنده لا كلاس نيميرو. هادي حاجه. ها حنا هادي باش كنكتبو ليكواسيون ديالنا. دابا هو ليوتيليزور كتب ليكواسيون ديالو، شنو غادي يدير؟ كيمشي كيكليك على داك لو بوطون اللي عنده لي دي ايغال، كيمشي كيكليك على لو بوطون اللي فيه تساوي. فاش كيكليكي عليه عندنا الشون بوان فال كياخذ ليا ليكواسيون كلها. هاد ليكواسيون كلها مثلا 168 زائد 3 كياخذها كيستوكيها في واحد لا فاريابل سميتها ايكواسيون. كما قلنا هذيك ليكواسيون ديالنا المعادله اللي درناها دابا دو تيب سترينغ. دونك خصنا واحد لا فونكسيون اللي كترجعها ليا نمبر، او لا نقدروا نقولوا كترجعها ليا نمبر. المهم هي ايفال. ايفال كنديرو في وسط من هذيك ليكواسيون ديالنا اللي هي حاليا شنو هي؟ 168 زائد 3 كتحطها ليا هنايا، كترجع كتحيد منها لي كيومي، يعني رجعت نيميرو 168 زائد 3 تساوي 171. كتستوكيها ليا هنايا في كالك. دابا هنا في كالك شنو مستوكي؟ مستوكي 171. وكنديرو الشون بوان كالك اللي هو هاد ليليمون ديالي، الشون بوان فاليو بوان فال اللي هو ليليمون ديالي. لا فالور ديالو شنو بغيناها تكون؟ تكون هي هذيك المعادله اللي حسبناها.
شنو حسبنا؟ رجعت لينا 171، دونك كتكتب ليا هنا 171. فوقاش هادشي فاش كنكليكي على تساوي، هاي مزيان. وهذه بوحديتها نتاع افاسي، فاش كنكليكي على افاسي كتمشي لهذاك لو شون ديالي، لا فالور ديالو كترجعها نول زيد، ما فيها لا اسباس لا حتى شي حاجه اخرى. نتمنى انكم فهمتوا هادشي، الا ما فهمتوش شي حاجه دائما كنقول لكم لي كومونتير كتبوا لي ديك الحاجه اللي ما فهمتوهاش، وغادي نعاود نراجعها معكم ان شاء الله. ما بقى لي الا نتمنى لكم نهار مبارك، والى اللقاء.